بعد ما كانوا بيصلوا نعم. إلى القدس. تاني حاجة قال عمر: وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. آية الحجاب نزلت بعد هذا، بعد هذا الكلام. ده اللي بيقول الكلام ده البخاري، مش أنا اللي بقترحه، نعم، أو أنا بفسره. تالت حاجة: واجتمع على رسول الله نساء في الغيرة، لما عملوا إضراب وهو راح قاعد في المسجد. فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك الآية. الله. السيوطي قال إيه كمان؟ قال: أخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب، وفي مقام إبراهيم، وفي أسرى بدر. نعم. ودي أسرى بدر دي بقت أربعة، لأن فات قبل كده ثلاثة. وأخرج ابن أبي حاتم، ده برضو السيوطي، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي، أو شوف، أو وافقني ربي. دي كتير. وافقني ربي. نعم. في أربعة. وإدى الأربعة. لما نزلت آية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، عمر بيقول: قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين. نزلت الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين. رغم أن الآية دي غلط من وجهة نظري. إزاي؟ أحسن الخالقين يعني في خالقين والله أحسن منهم كلهم. مصيبة. Anyhow، برضو السيوطي بيقول، أو محمد بيقول لحد عمر بيقول: وأخرج عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكره صاحبكم هو عدو لنا. فقال له عمر: من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ده عمر قالها للراجل لليهودي. نعم. حصل ايه بقى؟ فنزلت على لسان عمر. انا عايز افهم، علامه استفهام كبيره قوي نتيجه للكلام ده. الوحي يوافق عمر على طول. يا ريت يوافق عمر يا عزيزي الفاضل. ده بيقول لك نزل على لسان عمر، مش على لسان النبي. شيء غريب. وأخرج سنيد في تفسيره عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في قصة الإفك بتاعة عائشة، عارفها طبعا، لما اتهمت عائشة مع صفوان. أنا ما بعرفها. لما كانوا في غزوة بني المصطلق أو المريسع، فهما لما رجعوا فاتأخرت هي واتأخر صفوان. وفين الصبح جابها صفوان على جمل وجه. فأربعة من صحابة الرسول قالوا إن إيه، أو ثلاثة قالوا إنه كان في حاجات مش كويسة بين الاتنين، يخلوا الركب يمشي ويتأخرهم. فسألها قال لها أنا، قالت له كنت بقضي حاجة وانفرط العقد، فقعدت أدور على العقد ورجيت لقيت الركب ماشي. طب وصفوان؟ قال أنا كنت برضو بقضي حاجة يعني يقضي حاجته يعني، فرجعت ما لقيتش حد. فكان مشكلة بتاعت الإفك دي، الكذب يعني. فعمر لما سمع الكلام ده قال إيه؟ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزلت آية: سبحان هذا بهتان. إذن كم مرة وافق الوحي عمر؟ هو بحسب اللي مكتوب هنا سبعة. مرة مقام إبراهيم، اثنين الحجاب، ثلاثة التهديد بتطليق زوجاته، أربعة أسرى بدر،
خمسة عبارة تبارك الله أحسن الخالقين، ستة من كان عدوا لله وملائكته، سبعة في تبرئة عائشة من تهمة صفوان بن المعطل، سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذه سبع مرات وافق الوحي فيها عمر. هم كانوا تسعة بقى. بس أنت نعم. تسع مرات أساسا. ما هي فهنا ذكر سبعة. التامنة في تحريم الخمر. يعني حرمت الخمر بسبب عمر. لأن الخمر الأول كانت متاحة. لدرجة أن محمد كان بينبذ ويشرب الخمر حتى في المسجد، وكانت بتوديه له عشاء. هذا الكلام موجود في الأحاديث الصحيحة. وتوضأ بالخمر. عمر مش عاجبه الحال. فراح للرسول. قال له ايه؟ والكلام ده موجود في اسباب نزول القران للواحدي صفحه 74. نعم. عن ابن اسحاق، عن ابي اسحاق، عن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الايه بتاعه البقره: يسالونك عن الخمر والميسر الى اخر. خلاص ادي اول مرحله. المرحله الثانيه عمر لما قرات عليه، يعني محمد دعا عمر وقرأ عليه الآية فاتبسط. لكن قال إيه تاني؟ اللهم بين لنا من الخمر بيانا شافيا. مش عاجبه اللي فات. فنزلت آية جديدة في سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعا عمر تاني، محمد دعا عمر. الكلام ده بيقوله الوحدي. الواحدي. أسباب نزول القرآن. فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا الخمر بيانا شافيا. برضو لسه مش عاجبه. فنزلت آية أخرى: إنما الخمر والميسر. فدعا عمر فقرأت عليه. فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. يبقى عمر أوحى بالخمر ثلاث مرات. بقيت المرة التاسعة. بس أنا عايز أتساءل، إن هو إلا وحي يوحى لمحمد، طب إزاي ده عمر تيجي على لسانه ويوحي؟ مشاكل. التاسعة بقى كانت بخصوص آية الاستئذان، ودي لها قصة يحكيها أسباب النزول برضو للواحدي. قلت ذكرت آية الاستئذان. الاستئذان ودي لها قصة. نعم. بيحكيها الواحدي في كتاب أسباب نزول القرآن صفحة 119. بيقول إيه؟ قال ابن عباس: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج ابن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه. فدخل على عمر فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، يعني زي ما تقول كان عريان. الدنيا حر. فقال عمر: يا رسول الله، وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان. يعني لازم ما حدش يخش بيت حد إلا لما يستأذن منه. يقول لك إيه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بتاعت الاستئذان. يعني عمر تسع مرات يوحي بآيات وتأتي الوحي على لسانه، بيعمل علامة استفهام كبيرة قوي. هو مين صاحب الوحي؟ وإزاي وحي يجي على لسان بني آدم إذا كان ده وحي من الله؟ طب وهل كلمات عمر دي كانت موجودة في اللوح المحفوظ منذ الأزل؟ تساؤلات لا شك إنها خطيرة للغاية. ذكرت ما أوعز به عمر بن الخطاب الوحي، وقلت في البداية أن هناك بعض الصحابة أيضا أوعزوا بآيات أخرى، فهل يمكن أن نعرف شيئا عن هذه الآيات؟ بالتأكيد. تفضل. دي حاجة كبيرة قوي بقى، قوي. في كتاب المغازي للواقدي جزء الثاني صفحة 434، أن أبا أيوب الأنصاري هو صاحب فكرة، شوف الكلام، هو صاحب فكرة أن ما قيل عن عائشة واتهمها بالخيانة مع صفوان بن المعطل هو كذب وإفك. فكانت الآية في سورة النور
آية 12 قالوا هذا إفك مبين. ويقول لك هذه فكرة مين؟ صاحب الفكرة أبو أيوب الأنصاري. أدي واحد غير عمر. تاني، وذكر أيضا السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن صفحة 38 عن سعيد بن المسيب قال كان رجلان من أصحاب النبي إذا سمع شيئا من ذلك عن الإفك بتاع حدثة عيشة يعني قال سبحانك هذا بهتان عظيم. اللي هما الاثنين مين؟ زيد بن حارثة وأبو أيوب نفسه بتاع الفكرة الأولى. نزلت الآية بتاعة النور إن سبحانك هذا بهتان عظيم، وأصحاب الفكرة مين؟ زيد بن حارثة وأبو أيوب. أبو أيوب زيد بن حارثة ده جوز زينب اللي أخذها النبي. ثلاثة، وذكر السيوطي أيضا أنه أخرج أبي حاتم عن عكرمة قال لما أبطأ على النساء الخير في أحد غزوة أحد خرجنا يستخبرنا، يعني طلعوا يحاربهم وما رجعوش لأنها كانت هزيمة. فالنسوان طلعوا فإذا رجلان مقبلان على بعير، فقالت امرأة ماذا حدث لرسول الله؟ قالوا حي. قال حي. فقالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء. فنزل قولها آية. الآية بتقول ويتخذ منكم شهداء. علامات استفهام خطيرة. نعم. أربعة، وقال ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى نعم أخبرنا الواقدي حدثني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال حمل مصعب ابن عمير اللواء، ده واحد من في الجيش يعني، في يوم أحد، يوم أحد فقطعت يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لأنهم كلهم هربوا من المعركة. فالرجل قال كده ثم قطعت يده اليسرى فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل إلى آخره، خلاص. ثم قتل فسقط اللواء، اللواء يعني الراية يعني العلم. قال محمد ابن شرحبيل وما نزلت هذه الآية وما محمد إلا رسول الله يومئذ حتى نزلت بعد ذلك. يعني ده بيوحي وده بيوحي وده بيوحي، حاجات غريبة وعلامات استفهام. هو وحي الله لمحمد ولا وحي البشر لمحمد؟ أنا مش عارف، أنا بتسائل تساؤلات، أمور عجيبة تحتاج إلى إجابات أيضا. هذه أمور عجيبة فعلا. فهل لديك من أمثلة أخرى؟ هناك بقى ناس من اللي أوحي إليهم أو سبب اللي هم اللي وحوا أوحوا، هناك الكثير ولكن حكتفي بثلاثة فقط. ثلاث أمثلة نعم تاني غير دول لمن أوحوا لمحمد بآيات قرآنية. كتاب أسباب نزول القرآن للواحدي صفحة 342 قال أن زيد ابن الأسود ابن حرام الأنصاري وكنيته أبو طلحة هو صاحب فكرة عدم الدخول إلى بيوت النبي. فكانت الآية في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، أدي طلحة. ومثلا ابن كثير في التفسير بتاعه قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن سلمى رجل من آل أم سلمة قالت أم سلمة قالت يا رسول الله لم نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. الله لم يذكر النساء في الهجرة بشيء، ده أم سلمة يقول لك فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم
أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. الشيخ خليل عبد الكريم قال إيه على الأمثلة ديت في النص المؤسس الجزء الأول صفحة 243، قال تلك أمثلة على بزوغ آيات من القرآن إما موافقة لجمل تكلم بها أحدهم أو اقتراحات طرحوها أو توقعوها قد تجيء مرة باللفظ ومرة بالمعنى. دول مثلين. ثالث مثل بقى صعب أو خطير. ثالث مثل صعب أو خطير، عارفه؟ لا. تحب نقوله لك؟ تفضل. تربط الحزام والمشاهدين يربطوا الأحزمة، أمر حيصدم. إن الشيطان أوحى بآيات قرآنية. أعوذ بالله. تساؤل كبير. أنت بتقول لي إزاي؟ الإمام النسفي قال في تفسير جزء 3 صفحة 161 إنه عليه السلام كان في نادي قومه، يعني في مجلس قومه، يقرأ سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هو محمد. فلما بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. قيل فنبهه جبريل فأخبرهم أن ذاك كان من الشيطان. يا نهار أبيض، مش شيطان، كتير قوي، مش واخد بالك ولا ايه؟ نعم. طبعا هتقول لي ان الكلام ده يمكن يكون النسفي مغرض وده شهاده واحده والى اخره، يعني كلام صعب القبول جدا. صعب القبول فعلا. لكن تتصور ان ده ذكره الوحيدي في كتابه اسباب النزول، وذكروا ايضا الجلالان في موقع الازهر. تخش على موقع الازهر دلوقتي الغريب بعد الازهر ما خد سلطان ان هو يشيل ويعمل، شالوا هذا الشرح من الجلالين، يعني كان موجود في موقع الازهر وكاتبين عليه دلوقتي لا يوجد لها تفسير. تصور. طيب، شكرا، لقد ادركنا الوقت، نكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم في المره القادمه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هذه المعلومات صعب علي انا حتى ان اتقبلها، غريبه الشكل ومؤلمة أيضا، لكن نختم برنامجنا في كلمة: أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق، يعينهم الرب وينجيهم، ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به. نحتمي بالله، وشكرا، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.